هذا الشخص اختلف مع البابا كرولز واعلنوا عنه انه ما بقاش راهب ونشر في الجرايد ولا همه، فضل زي ما هو. معلش تحبسي مين يا بنت انت بتعرفوش؟ ولا همه. وكان البابا كرولوس بعد كده تحول هذا الامر بالنسبه له الى صداع، كل شويه تاني ابونا مات مسكين واولاد ابونا مات وحرام عليكم، وسكن في الريان وفضل هناك والناس اللي يبعتوا له الاكل والشرب والمصاريف وكله، وابونا مات ده ورشح للبطريركيه برضه اللي بقول لكم عليه ده. عارفه في اشخاص لما تحكم عليه تجيب لك هيصه طويله، يعني في مشكله تظل جوه جدران الدير وساكته، وجوه جلدة الكتاب وسكت، وانس ان احنا خرجناها بره وابتدى الناس ينتشروا وده يتكلم من هنا وده يدافع من هنا، بقت شوشرة. قسيس زي اريوس دوخ الكنيسة كلها واسمه قسيس، حرموه ولا هم، حرموا البابا اسكندر التاسع عشر، الكسندر التاسع عشر ما اهموش، حكموا المجمع المكاني في الإسكندرية ما هموش، حكم عليه المجمع المسكوني المقدس في نيقي ولا هم، وفضلت الأريوسية لغاية دلوقتي تعبانة تظهر في شود يهوى وتظهر في السبتين وتظهر في حتة كتير. نعم.